وإذا نظرنا في شعارات هذه المؤتمرات منذ عام 2011 إلى اليوم لوجدنا فيها طاقة إيجابية وفاعلة نبعت منكم، نبعت من كوننا معا، بدأت بحلمنا العارم بسوريا المستقبل، بسوريا الجديدة. وها نحن اليوم في 2018 نعقد مؤتمرنا تحت شعار مستقبل واعد. المستقبل، ذلك ما ركزت عليه منظومة وطن في مؤتمرها السادس الذي أقيم برعاية رسمية من الخارجية النرويجية والخارجية الهولندية ورعاية ذهبية من مؤسسة نماء وفخرية من قبل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد. لقي هذا المؤتمر الذي امتد من 14 إلى 18 من فبراير 2018 بحضور أكثر من 1700 من العاملين والمهتمين بالعمل الإنساني والمجتمع المدني، وما يقارب 46 منظمة محلية وعالمية ممثلة بشخصيات وقيادات فاعلة من مختلف القطاعات والكيانات المدنية، كما حفي بوجود شخصيات دولية وإقليمية وأممية فاعلة شاركت جميعها بكلمات ضمن باقة الافتتاح، كان أبرزهما السيدة أمينة أردوغان والتي دعمت فيها المؤتمر ودعت إلى التكاتف لإنقاذ الإنسانية. Evet, yer kürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız. Uluslararası kurumlar, devletler, sivil toplum kuruluşları olarak alarm çalan sorunlar etrafında buluşmalıyız. كما سعت وطن من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير أدوات نجاحها لتتكامل مع الشركاء والعمل معهم لتوفير تدريب وتطوير لقدرات الشباب وتقديم الخدمات الإنسانية بطريقة احترافية والدعم الأكاديمي والمهني للاجئين السوريين أيضا. Syrian NGO community. I have not in almost 30 years of humanitarian work come across a civil society that has built up so rapidly, so innovatively, so bravely. Losing many lives in the course of their work to provide assistance and first aid and life-saving support to millions of Syrians who are suffering through this crisis. You are technically very strong, you are very brave, you are very organized, you teach us a lot, and we want to support you. And I think in the coming year you will carry a bigger share of the burden as we continue. So you are a strategic partner for us. إن رسم صور المستقبل والعمل لوضع آليات التعافي والتغيير الذي يقوده الشباب حاز على اهتمام الشركاء الدوليين في اللقاء الذي كان الأول من نوعه لتأسيس منصة تجمع بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري والجهات المانحة الرئيسية مع الجهات المعنية في الحكومة التركية. سبق الافتتاح الرئيسي بيوم واحد انعقاد مؤتمر شبكة وطن بحضور 46 منظمة محلية من المنظمات الأعضاء في الشبكة، ناقشت السيناريوهات المستقبلية للعمل المدني من ناحيتي النمو والاستدامة، ومن أبرز نتائجه تقديم تحليل استراتيجي للوضع الإنساني في سوريا والعمل على مشاريع لمواجهة معيقات المجتمع المدني والإسهام في الحلول وتعزيز العلاقة بين أعضاء المنظمة، وكذلك إثارة العمل من خلال قصص نجاح أعضاء وطن والعمل على وثيقة تفصيلية لأهم الأنشطة التي تحاول وطن العمل عليها لتكون معينا لهم. كما تميزت ورشات العمل الستة في المؤتمر بعمل دؤوب انطلق منها العمل على ميثاق منظمات المجتمع المدني السوري الذي يسعى إلى توحيد قواعد تدخلات المجتمع المدني السوري أثناء الأزمة، وورشة التعليم في حالة الطوارئ لمناقشة النظام التعليمي المثقل الأعباء في سوريا وفي بلدان اللجوء، كما لفتت الورشة الثالثة لأهمية جانب الدعم النفسي والاجتماعي وهما الجانبان الأبرزان في تنمية المجتمع، بينما كانت الورشة الرابعة تركز على وضع السوريين في تركيا من الضيافة إلى التكامل ومناقشة آليات اندماج السوريين بشكل سلس وفعال في المجتمع والاقتصاد التركيين، فيما استمر المسار الخامس بوضع خارطة طريق لنظم إدارة الصحة العامة بعد الأزمة.
وأما البيئة المعقدة فيما يتعلق بالوصول والتنسيق مع مختلف الأطراف على الأرض ومع هيئات السلطات المختلفة في سوريا، هو ما كان محط نقاش الورشة السادسة للإغاثة والتنمية، والتي رصدت التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة العاملة في الأنشطة عبر الحدود في محاولة لإيجاد حلول مناسبة تتلائم مع الواقع على الأرض. أما عن معرض وطن الأول لإمداد المؤسسات والأقسام اللوجستية، والذي وصل عدد زواره إلى 2700 زائر على مدار الأربعة أيام، فقد صمم كي يكون جسراً يصل بين الأقسام اللوجستية في المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تسعى إلى توسيع وتطوير مواردها اللوجستية بجودة عالية أحدث الابتكارات، وبين الموردين المختصين الذين يسعون إلى فهم القوانين والسياسات وإجراءات الشراء وتقديم أفضل المواد والأجهزة بأسعار منافسة وسرعة متميزة لتلبية المتطلبات الطارئة. بينما عنون المؤتمر التدريبي الخاص بالشباب برواد المستقبل، وهو نشاط مضاف إلى سلسلة النشاطات التدريبية التي تمكن الأفراد من بناء قدراتهم في مجال ريادة الأعمال. وكما في كل عام، قدمت أمسية من القلب مساء يوم 16 من فبراير عروضا مسرحية قصيرة وأغاني ووصلات موسيقية تضامنية مع الحالة السورية بحضور جماهيري قارب 800. أسدل ستار اليوم الأخير عن أنشطة المؤتمر في 18 من فبراير بكلمة من رئيس المنظومة السيد معاذ السباعي، كرم بعدها المتحدثين الرئيسيين في ورشات العمل والفريق التنفيذي لمؤتمر وطن السادس، وانتهى الحفل الختامي بملخص لمخرجات جميع الورش التدريبية والأنشطة، كما تطرقت للخطوات التي ستتلو تلك النتائج. فقلنا أنه هدفنا بالمؤتمر أنه بدنا نطلع على الواقع، نشوف وين نحن واقع، وشو في قضايا ممكن نحققها باتجاه إنه نكون فاعلين بتغيير أو بإنجاز شيء نوعي. هذا الأمر برأيي بجهودكم تحقق. تتطلع وطن لأن تكون مؤتمراتها في السنوات القادمة حدثاً سنوياً رئيسياً يجمع بين العمل الإغاثي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية وبين المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة لمعالجة القضايا ذات الصلة ومواجهة التحديات وتوفير المشاريع لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لجميع القضايا التي تتعلق بالاستجابة الطارئة وتمكين وتطوير آليات العمل لمنظمات المجتمع المدني ليس لسوريا فقط، وإنما على مستوى كافة بلدان الشرق الأوسط، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي الذي يركز على إحياء المجتمعات. باقونا ما بقي الأمل.